اختارت منظمة الصحة العالمية في حسابها المخصص بمنطقة إفريقيا على تويتر الممرضة الجزائرية كريمة عزوق لتوجه عبرها رسالة شكر إلى جميع عمال القطاع في اليوم العالمي للصحة. ونشرت المنظمة حديثا للممرضة التي تعمل بمستشفى القطار الذي يستقبل في هذه الفترة جزءا مهما من المصابين بفيروس كوفيد-19 في الجزائر، مرفقا بصورة لها تقول فيه أنها تعمل في مجال الصحة منذ 25 عاما لرغبتها الدائمة في تقديم الرعاية للآخرين، وهو ما يتيح لها عملها كممرضة. أعزائي المشاهدين، إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد إن شاء الله.